أهلا بيكم. حساسية الجلد عند الرضع والأطفال، سواء كانت في شكل حكة أو احمرار أو جفاف شديد أو تورم أو انتفاخ، بنسميها أرتكاريا. ممكن تظهر في أي سن. أهم أسباب حساسية الجلد هي الأطعمة. أكل معين كل ما الشخص بيتعرض ليه بتظهر عنده الأعراض، سواء بعد الأكل مباشرة أو في خلال 24 ساعة. أحيانا المريض ما بيقدرش يحدد نوع الأكل اللي بيتعبه، وده دور دكتور الحساسية. في الأطفال قبل سن سنتين بنلاقي إن حساسية الألبان هي الأشهر، يليها القمح والبيض. مشكلة اللبن والقمح والبيض وزيهم الصويا إنهم داخلين في أكلات كتير وليهم صور متنوعة، يعني الشخص المريض ممكن يتعرض لهم من غير قصد. طيب إيه تاني معروف إنه بيعمل حساسية؟ السمك والقشريات ممكن يعملوا حساسية، والسوداني والمكسرات والفاكهة وأهمها الموز والفراولة والكيوي والمانجا، وكمان بعض الخضروات زي الطماطم والبطاطس، كمان اللحوم الحمراء والفراخ والحمام والسمسم والكاكاو. طيب إيه اللي بيخلي شخص كبير يظهر له حساسية فجأة؟ معظم حالات حساسية الأطعمة اللي بتظهر متأخر بيكون أصلا سببها حساسية لنوع من الأتربة أو الحشائش أو الأعشاب، ودي ممكن تحصل في أي سن. طيب إزاي بنشخص حساسية الأكل؟ لو في أكلة معينة كل مرة هي اللي بتسبب الأعراض، كده يبقى شخصناها وهنبعد عنها ونتجنبها تماما. لو مش عارفين نحدد إيه الأكل المسبب للحساسية، بنعمل اختبار حساسية الجلد، ومن خلاله بنعرف الأطعمة وكمان إذا كان في حساسية لنوع من الأتربة أو الأعشاب. هل ممكن إننا نعرف سبب الحساسية؟ الأمر ده مهم جدا، لأن مش كل مرة أعراض الحساسية بتيجي زي اللي قبلها، وممكن جدا يحصل حساسية مفرطة قد تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله. لو الحساسية الأطعمة فقط هنتجنب الأكل ده تماما، خصوصا في الأطفال. ولو في حساسية لواحدة من مواد الاستنشاق، ممكن نبدأ بعلاج الأمصال، وده هيفيد جدا جدا إن شاء الله. أتمنى المعلومات البسيطة دي تكون فادت حضراتكم. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.